بلاصه حيت بلاصه مزيانه ما فيها لا شفره لا والو، كيريحوا العائلات اللي عندهم وليدان جاوب صغار كيعوموا هنا كيحذوهم، ما كاين لا شفره لا صداع لا والو. انت مسجل في اللواء انتخابي ولا مسجل؟ لا ما كنصوتش. لا ما مصوتش. لا ما مصوتش لا. شكرا جزيلا. حمزه النمره. وي حمزه كيف كيجيك البحر ديال جديده الاجواء كي دايره هاد الليله؟ الحمد لله نجينا زوينه ديما تنجي لها كل عام والبحر زوين تبارك الله، يعني الانسان تيدوز وقيته زوينه مع الدراري والصحاب. المغرب تيعيش دابا واحد الفترة ديال الانتخابات، انتم ان شاء الله عاد تشاركوا في الانتخابات؟ انا ما عمرني شاركت في الانتخابات وما عمرني شاركت فيهم. هذا العام حتى هو؟ لا ما 50 عام والناس تيصوتوا اش تحقق؟ حتى شي حاجة. شكرا جزيلا حمزة. وشكرا لك. ولدك جمال ناخوت. من نف جديدة؟ لا ماشي من هنا، انا غيجي خدام هنا. مزيان. كيف كتجيك الاجواء هنا في النيل الجديدة؟ مزيانة مزيانة. مزيان. مزيان. خويا جمال انت مسجل في اللواء الانتخابية اللي لقيتها كنعرفوا فيها ان الفترة ديال الانتخابات؟ لا باقي ما مسجلش. إذا أنت ما عاد تصوتش هذه الانتخابات؟ ما غنصوتش، باقي ما مسجلش. مزيان، لأن كانت فرصة اللي هي تفسحات الشباب وتغلقات. تمنى في الانتخابات الجاية يقدر إن شاء الله إن شاء الله. مزيان. نتمنى ونشاركوا إن شاء الله. شنو تبغي المدينة من هنا لقدام النيل الجديدة؟ بغينا تطور مزيان، تزيد تطور مزيان و تنظم ويكون شويه النظام. الشيء اللي بغينا منها. شكرا خويا جاد. الله يحفظك اخويا. عبد الفتاح حاتمي. عبد الفتاح حاتمي كيف كتجيك الاجواء في المدينه الجديده؟ اجواء انا بحكم انا كندير كنكري لي باراسول هنا في المدينه الجديده. الصيف اجواء هنا دازت شويه هذا العام ناقصه شويه. خاويه شويه نعم مقارنه مع الاعوام اللي فاتت. وحال الفترة كتعيش فيها المدينة الفترة ديال الانتخابات، أنت شنو رأيك شنو كتبغي المدينة من هنا لقدام إن شاء الله بعد هذا؟ والمدينة كنبغي نشوفها ديما في ازدهار، ما بغيتش نشوف مثلا أي واحد كيتمنى بلاده تكون زيد لقدام، ماشي تكون بلاده مثلا ناقصة شوية. نعم، إن شاء الله تشارك في الانتخابات. ضروري ضروري الانتخابات ضروري، الإنسان وانتخابات أصلا الإنسان خاصو ما يصوتش على شي واحد، ما خاصوش يتبع الفلوس ولا شي حاجة، خاصو شي واحد اللي غادي يشوف فيه من القدام. نعم. باش فهمتيني؟ شكرا جزيلا. كاين مشكل حققت عاد تشارك في الانتخابات الجايه ان شاء الله؟ كل الا كانت في استطاعه غنشارك، راه ضروري غنشارك لانه من الخريط الا الشراك. شكرا جزيلا سعد. شكرا لا واجب. يلا زيد يوسف زيد يوسف زيدو السلام عليكم. اسم كريم. سلام. يوسف الحداد اخويا. الحداد يقول لك كتجيك من جديده؟ هاد المدينه الجديده كتجينا من ناحيتنا كسكان، كتجينا مدينة زوينة عايشين فيها حياة. زوينة من القدام. كنبغي التقدم، لأن البراني كيجي يسكن كيجي من مدينة أخرى في الصيف كيخرب هاد السمعة ديال هاد المدينة. كيكونوا دوك السهرات كيكونوا السهرات بحال السهرة ديال بلال الأخرى، الناس نضربوا بعضياتهم. كيجي هنا كيديروا شي ظاهرات خايبين كيلوتوا السمعة ديال المدينة. شنو تبغي المسؤولين اللي جايين اللي غيتنتخبوا في الانتخابات الجاية شنو تبغيو من أنهم يحققوا للمدينة؟ أنا كنبغي يوفروا جميع الإمكانيات، من خاصهم يوفروا التيرانات فين يلعبوا الدراري، يوفروا جوامع بعدا فين الناس يصليوا، حاجة نهار جامع ما تلقاش فين تصلي. وخاص نتمنى المسؤولين من القدام يعاونوا الكلمة اللي كيقولوا لك، كيقولوا غادي نديروا غادي نديروا وصوتوا علينا باش نهزوا المدينة القدام، كيعولبونا كنصوتوا عليهم هذه في الآخر كيقولوا لنا شي هضرة أخرى. شكرا بزاف. لا ما ندويش امورك طرات. عليكم السلام. حنان. حنان كي دايره الاجواء في المدينه الجديده؟ زوينه بزاف. كاين لكم حاجه في الاسره؟ اه كلشي زوين. شنو تبغي من المدينه الجديده من هنا لقدام شنو يتطور فيها؟ واش غنقول لك؟ كلشي فيها. تبغي زعما شي حاجه تطور البحر زعما يتقطع؟ بحال هكاك اه شويه يا ما مسخاش زوينه. ياك؟ زوينه كل عام كنجيو ليها. مزيانة. شكرا جزيلا. مهانية. شكرا الزوج ديالها. اسم كريم. نصيب عبد الهادي. نصيب عبد الهادي كيف كتجيك المدينة الجديدة؟ والصراحة المدينة الجديدة أنا كتعجبني على جميع المدن، كنجي لها كل عام تقريبا واحد سبع سنين هذه ولا ثمان سنين كل عام كنجي لها. يعني. كتعجبني. وشنو تبغي المدينة الجديدة من هنا لقدام إن شاء الله شنو يتطور فيها؟ هو اللي كنبغي يتطور فيها هي شوية النظافة كما قلتي. يعني. النظافة ويعتنيوا شوية ب السياح بحال هكايا. شكرا جزيلا. الله يبارك. بالنسبه للانتخابات واش مشاركين غتصوتوا؟ لا احنا في السطات. لا بدا ضروري. المشاركه ضروري منا باش نغيروا ان شاء الله البلاد ديالنا. ضروري. تبارك الله. كريم. حمزه مصلح. حمزه كيف كتجيك منين جديده؟ جويه زوينه وعامره وكذا تبدل الجو وصافي. شنو تبغي من القدام؟ شنو تبغي مثلا المسؤول اللي عاد تنزيح في الانتخابات شنو بغيتي يدير؟ اخويا كذب عليك انا ما فهمتيني ماشي ود المدينه ولكن راه غادا القدام.
انت منين جاي؟ من كازا؟ انا وكازا. كتشارك في الانتخابات؟ لا بقى ما كنشاركش في الانتخابات. اه. مرحبا، شنو تبغي مثلا قدام ان شاء الله تعالى واش المسؤولين تيوفوا بالوعود ديالهم؟ شنو الموقف ديالك انت؟ هنا في هذه المدينة؟ في المدينة ولا في المغرب؟ هما راه دايرين الخدمة ديالهم ولكن خاص شوية تزيد شوية لقدام. شكرا خويا. الله يحفظك خويا.